السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر كو راكم ملاح. معكم افيك نوفيل فيديو، ان شاء الله يا ربي راح تعجبكم، وان شاء الله يا ربي تكون خفيفه على قلوبكم. حبايبي اليوم جبت لكم وصفه للحمل، الانسان ان شاء الله اللي مازال ربي ما فتحش عليهم ما رزقهمش بالذريه الصالحه. حنا نتمنى لهم وندعو لهم، نقولوا يا ربي ان شاء الله افتح حزام كل وحده، يا ربي ان شاء الله ارزق كل وحده بالذريه الصالحه، وان شاء الله يا ربي هذه الوصفه اللي حنعطيها لكم تجربوها وتستفادوا منها. ان شاء الله يا ربي نعطيها لكم وتجربوها الشهر هذا، وان شاء الله الشهر الجاي تبعتوا لي وتقولوا لي ان شاء الله انا فدنا يا ربي، امين ان شاء الله. غير ديروا النيه، النيه هي الصح، كي ديري النيه ان شاء الله ربي يعاونك، وكما قال لك ربي يعطي على حساب القلب، ان شاء الله يا ربي يعطيكم على حساب نيتكم على حساب قلوبكم. دونك حبابي اليوم راح نعطيكم هذه الوصفه. هذه الوصفه هي ديريها قبل العاده الشهريه، مع كي تكون فيك العاده الشهريه ومن بعد العاده الشهريه. دونك حبابي هنا انا جبت مخده صغيره، هذه المخده زعما هذه زعما المراه، انا ما نقدرش نجيب المراه ونحطها هنا ونبدا نفسر لكم في الامور. هذه تما غادي نفسر بها، هذه تما نقولوا هذه مراه. دونك حبابي هذه اللي نبدا بها دوكا هي قبل العاده الشهريه، ديريها حبيبتي قبل ما تجيك العاده الشهريه تاعك. واش ديري؟ لازم يكون معك الام تاعك ولا اختك، ليسونسيال وحده تكون معك ديرها لك تعاونك في هذه باش ديرها لك، غير في ليطاب الاولى قبل العاده الشهريه، ومن بعد اللي في العاده الشهريه ومن بعد العاده الشهريه ديريهم وحدك، هذوك ساهلين، ماشي زعما ما يكلفش واحد يكون معاك ولا صح. قبل العاده الشهريه لازم واحد يديرها لك. دونك حبيبتي واش ديري قبل العاده الشهريه تاعك؟ وهاد بغيت ثاني قبل ما نبدا الوصفه هذه زعما انايا نعطيها لكم بوكو بلوس للنساء اللي راحوا للطبيب وهما ما عندهمش، ربي ما رزقلهمش، راحوا للطبيب قال لهم الطبيب ما عندكم والو، ما عندكم لا بروده لا الرحله، تو فا بيان بحال الحمد لله، كوتي سونتي كوتي زعما كيما نقولوا الطبيب ما كان والو، من عند ربي قارعوا. نتوما جربوا هاد الوصفه ان شاء الله يا ربي يحل كاع ربي حزامكم ان شاء الله. دونك حبيبي واش ديري حبيبتي؟ واش ديري؟ ترفدي يكون معاك الام تاعك ولا عندك قرعه زيت زيتون، شويه عندك غير شويه زيت زيتون تسحقي غير شويه، قسمه تدلكي روحك بوندون 3 ايام، هذه ديريها بوندون 3 جو قبل ما تجيك العاده الشهريه تاعك. واش ديري حبيبتي؟ ترفدي شويه زيت زيتون، الانسان اللي يدلكك هو اللي يدير، يرفد شويه يحمي يديه في الغاز يكونوا شويه سخونين يديه، يديرهم في الزيت هكذا يرمدهم في الزيت ويبدا يدلكلك. واش يدلكلك؟ يدلكلك الحاجه الاولى كرشك من تحت، كرش من تحت لو با دو فونتر. واش يدير الزيت؟ يبدا يدلك هكذا، يبدا يدلك هاك 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 هاك، مانيش عارف الا راه تبان لكم الصوره، يدلكك بيان، يدلكك كاع بيان. ومن بعد كي يكمل مع الكرش واش يدلك؟ يدلك الكتاف، كتافك منا الكتاف لي زيبور كاع من هكا، كتافك كاع يدلكهم لك. تاني هو يلمد يديه في الزيت توجور ويحميهم، دير لك كاع كتافك. بعد كي يكمل مع الكتاف يكمد لك يماسي لك كاع يديك، يديك كاع كاع يديك كاع يديك يكمدهم لك كاع. ومن بعد ندورو هذه من جهه تاع الظهر، يكمد لك رجليك ساقيك من اللور كاع رجلين من حتى للتحت كاع، يجبدهم لك هكذا، يجبدهم لك بيان، واللي هو راه يدير فيك الزيت هكذا كاع الزيت هكذا. هذه حبيبتي ديريها كيما قلت لك على 3 ايام، 3 ايام الاخرانيين قبل ما تجيك العاده الشهريه تاعك، 3 جوغ وانت ديري فيها. وكي ديريها حبيبتي ما لازمش تدوشي وما لازمش يضربك الريح. وكي ديري على كرشك كاين اللي فيها الهواء، كاين لي كرشها بلاك الوالده تاعها هاودت لها، واش ديري؟ رفدي شعر، شعر ولا فوناره ولا اللي بغيتي، الحاجه طفاصون اللي تشدلك كرشك. واش ديري؟ تبدي ديري هاك 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 هاك، طلعي كرشك وتربطيها على ظهرك، تشدي بيا الكرش تاعك طلعيها كيما نقولوا، طلعي كاع الكرش فوالا. قلت لكم ما تدوشوش وما يضربكمش الريح، ما تلبسوش كيما نقولوا ديكولتي ولا تعروا رواحكم ولا، لبسوا بيان، لبسي كيما نقولوا السروال من تحت البدعيه، لبسي بيان ليسونسيال ما يدخلكش كاع الريح. وما تدوشيش على 3 ايام قبل ما تجيكش العاده الشهريه تاعك.
كي تجيك العاده الشهريه هنا كملنا الطريقه الاولى. هذه الوصفه لازم ديروها في ثلاثه، ما لازمش وحده تنقلع، في ثلاثه ديروها وديروا النيه قلت لكم والله على ان شاء الله يجربوها ان شاء الله هذا الشهر هذا اللي جاتها العاده الشهريه تاعها، معليش خلي الشهر الجاي اللي راه مازال ما جاتهاش جربها ان شاء الله منا بالك ان شاء الله يا ربي. انا نتمنى وتدعوا لي بالخير ان شاء الله، ونقول لكم ما تخلوهاش عندكم، بارطاجوها اللي صبتوا هكا فاميلتكم اللي تعرفوها زيدوا عطوها لها بالك ان شاء الله يا ربي تصيب عليها. قلت لكم من بعد الطريقه الزوجه هذه دوك وصلنا كي تجيك العاده الشهريه. كي تجيك العاده الشهريه كل وحده كيفاه، وحده تقعد لها 7 ايام، وحده 4 ايام، وحده 3 ايام، وحده يومي ليسونسييل، من النهار الاول اللي تجيك حتى النهار التالي اللي تكمل فيه. واش ديري انتيا وراجلك كل يوم في الليل قبل ما تنعسوا قبل ما ترقدوا انتيا حبه تمر هو حبه تمر، هذاك التمر تقلعي له العلفه وديري من الداخل الحرف، روحي عند العشاب شري الحرف، الحرف هذاك طحنيه بالروبو، ولا ما عندكش روبو اختي العزيزه ديري هكاك حبات قولي هكاك عادي. انا زعما باش ما يجيكمش هكاك شغل هو الحب تاعو شويه بالك ما يقدرش يصرطو ولا يبلعو، تما اللي ما يقدرلوش يطحنو، اللي ما يقدرلو يخلي هكاك حب. عمري قلعي العلفه تاع التمر عمري كاع بالحرف، انتيا حبه وراجلك حبه كل يوم في الليل، انتي حبه راجلك حبه حتى تكمل لك العاده الشهريه تاعك. واليوم دوكا صاي كملت لك العاده الشهريه، درتي تاع كيما نقولوا تاع الماساج تاع الزيت وكليتي تمنتي وراجلك، دوكا كملت لك العاده. نهار الاول كي تكمل لك دوشي حبيبتي، كي دوشي واش ديري عندك تروحي تشري عند العشاب شويه خزامه شويه الشيح وشويه الورد. الورد يجي يابس، قولي اعطيني شويه ورد شويه خزامه وشويه الشيح. واش ديري حبيبتي ترفدي البصله، شتو البصله هيا البصله هنايا، تقلعي القشره الاولى هذيك اللي تجي شويه قاسحه، شوفوا هذه شويه اللي تجي قاسحه، هذه حبيبتي ديريها فوق الغاز نشوه تشويها فوق الغاز، شوي غير هكا وحده. هذه ثاني الوصفه ديريها على 3 ايام بعد العاده الشهريه تاعك كي تكمل لك. نهار الاول كي تكمل لك تبدي نهار الاول كي تكمل لك، نهار الزواج ونهار الثالث ديريها. قلت لكم ترفدوا هذه القاسحه تشوها فوق الغاز وترفدي في الطاوه في المقله ولا شويه النوار هذاك شويه البرد اليابس شويه الشيح وشويه خزامه، سخنيهم فوق الغاز سخنيهم، كي تسخنيهم وهي هذه سخونه ترفديهم هذاك الخليط ديريه هنايا تبلعي كيما هاك ياك، وديريها في هكذا كي في كاش في كاش هكا كتانه ولا انا دوكا عندي غير هذا، نتوما رفدو كتانه بيضة تكون بالكوطون ديروا لها هكذا، رفدو هذيك البصله اللي كنتو شويتوها مع هذاك الخزامه والنوار والشيح ديروها هكا تكونوا حميتوها، تبلعوا هكذا تبلعوها. دوك اللي ما بغات اللي خاف زعما يخرج لها منا ولا منا تخيط توجد كتانه سبيسيال وتخيطها تخيطها من ومن غير قسمه تنحل وتدخلها وتدور عليها وديريها هكا كسخونه تحت سروالك كي تجي ترقدي وباتي بيها رقدي بيها على 3 ايام وانت ديري هذه الوصفه 3 جوغ وانت ديري هذه الوصفه. ونسيتكم كي ديروا هذه الوصفه لازم انت وراجلك تتفارقوا بتنعس، جيسبر فهمتوني واش راني حابه نقول بهذه تتفارقوا. دونك فوالا ديروها هكا على 3 ايام ان شاء الله يا ربي والله العظيم جربوها وديروا النيه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تسيبوا كاع عليها ان شاء الله، اللي ما رفدتش ان شاء الله في هذا رمضان ربي ان شاء الله يفرحها. دونك احبابي انا نخليكم نقول لكم ما تبخلونيش بلي جيم بارطاجوا لاشين ان شاء الله، وان شاء الله نكون خفيفه عليكم، نتلاقوا في فيديو واحد اخر ان شاء الله، تهلاو لي في رواحتكم.